انا كنت مسافر الامارات وللاسف ما توفقتش، فزعلت قوي على السفر ده للاسف يعني. كان نفسي اطلع بعربيه يعني، كان نفسي اتعلم السواقه بقى واطلع بعربيه وكده، بس ان شاء الله بقى بنعملها في 2020 ان شاء الله. مش قريب قوي من ربنا، فنفسي تبقى العلاقه قويه مع ربنا الابتداء في 2020 ان شاء الله. جواز ما اتجوزتش لحد دلوقتي. عايز تتجوز في 2020؟ اه اتمنى ان الزمالك يكسب في يوم من الايام الاهلي، عشان دي حاجه ما حصلتش ونفسي تحصل في 2020 بصراحه، فكده عيب بصراحه يعني وكده كتير يعني. في 2019 انا كنت بتمنى ان انا اخطب، وديت يعني اتفقنا وكل على كل حاجه، وكان خلاص كنا هنلبس الشبكه، وبعد كده حصل عندي انا حاله وفاه، وبعد كده برضو هي عندها حصل حاله وفاه، فدي بقى قضاء وقدر. على اي حال انا برضو مؤمن بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، وعمري في حياتي ما يئست ولا هيأس عشان رحمه ربنا يسع كل شيء. وبعد كده انا عندي امل ان ممكن في 2020 ان الحلم ده يتحقق. حلمي يعني اروح عند بيت الله الحرام واصلي عند الرسول. ماشي زمانك يكسب. نفسي في الواحد كان يعني مثلا يصب الشقه يتجوز. تمنيت يعني في 2019 يكون وضعي كويس يعني زي الناس، يعني يكون مبسوطه ومتريحه يعني، ويكون فيش مشاكل يعني في البيت كمان يعني، دي اللي تمنيت. مشاكل في البيت يعني؟ كل يوم بصير يعني نكت ومشاكل يعني، اتمنيت هذه حلمي البيت، بس في 2019 برضو ما تحلت يعني.